السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فانه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اما بعد فمرحبا بالساده المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم نتكلم عن حق من الحقوق الا وهو حق الزوجه سبحان الله الزواج سنه نبويه وايه ربانيه وفطره انسانيه وضروره اجتماعيه فالزواج الذي قال عنه ربنا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون جعله الله سكنا ورحمه وهذا الزوج وهذه الزوجه في مملكه ربان هذه المملكه الزوج واما الزوجه هي الملكه المدلله فيها لو عرفت حقها الذي فرضه الله لها والذي فرضه لها الحبيب صلى الله عليه وسلم والله ما قامت من على الارض شكرا لله عز وجل ان جعلها الله من خير امه اخرجت للناس ومن اول هذه الحقوق التي اخبركم بها ايها الرجال يا من تشاهدون هذه الحلقه المباركه الان العون على طاعه الله الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان سبحان الملك الزوج يقيم الدنيا ويقعدها اذا تاخر الطعام عن معاده نصف الساعه بالله عليك هل اذا دخلت الى بيتك سالت الزوجه هل اديت فرض الله هل صليت هل اديت ما عليك من واجبات تجاه الله عز وجل هل قرات اليوم وردا من القران او استمعت الى القران النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته لا اقول لك لا تسال عن الطعام والشراب لا اسال ولكن اسال عن الصلاه اسال عن علاقه هذه المراه بربها عن علاقه هذه الزوجه بربها لانك ستسال عنها امام الله وها هي هديه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ زوجته يا ام فلان قوم للصلاه يا زوجتي قوم للصلاه فقامت فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء لا اقول نضحت بان سكب الماء على وجهها فاصابها بالهلع او بصرع او بكهرباء زائده في المخ او بتشنج عصبي اقول لك عم الشيخ اللي قال لي كده قومها بالميه لا انما نضح في وجهها الماء اي بل يده بالماء ووضعها على جبينها واعجب كل العجب والله ان سر الضنك الذي نعيش فيه الان هو غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأن الزوج الذي يقيم زوجته لليل مرحوم وبأن الزوج الذي يجعل زوجته تكون سببا في طاعته لربه مرحوما إن شاء الله طيب احنا معنا ان شاء الله اتصال السلام عليكم استاذ اشرف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته منور من الشاشة يا شيخنا وبعد إذن حضرتك عايز حضرتك ثلاثة اسئله عايز حضرتك اتفضل يا أستاذ أشرف عايز أعرف حقوق الواجبة للزوجة على زوجها تمام مع الرغم أن المرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل تمام ومن حقوق الزوج المرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها ويكتب ذلك في العقد تمام السؤال الثاني بالنسبة للنفقة كلنا نعرف ان من النفقه على الزوجه مثلا ليها من طعام ومسكن ودواء وخدمه تمام فعايز اعرفها من الكتاب والسنه والاجماع تمام وشروط استحقاقها وسبب وجوب. ان شاء الله ده انت جبت الحلقه بحالها يا استاذ اشرف جزاكم, جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يا حبيبنا يعني سبحان الملك حقوق الزوجة على زوجها قلنا بأن هذا هو عنوان الحلقة وقلنا بأن الحق الأول الذي نتكلم فيه ان يكون عونا لها على طاعه الله، وسبحان الله اتعجب من رجل جلس في بيته وخرجت معه الزوجه متعطره متبرجه ينظر اليها الرجال ويقول لها: والله ان هذا الثوب الذي عليك جعل الرجال ينظرون اليك، هذه دياسه رجل، اين الغيره؟ والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنه ديوث الديوث هو الذي لا يغار على عرضه، قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال الثاني هل تشترط الزوجه من ز... من الزوج عند العقد عليها ألا يتزوج عليها؟ إن وافق على هذا الشرط وجب عليه أن ينفذه. المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم، أما النفقة على الرجال والدليل من الكتاب ومن السنة الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآية التكليف هنا أو القوام هنا قوام التكليف لا تشريف اسمع بعدما تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله في الحديث الصحيح: دينار انفقته على مسكين، ودينار انفقته في رقبه اي في عتق رقبه، ودينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا عند الله الذي انفقت على اهلك. والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه مكتوب على باب الجنه لا يجاورني فيك بخيل فاياك ان تبخل على زوجتك بالنفقه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللقمه تحتسبها تضعها في في زوجتك صدقه اي تؤجر عليها بل ان الحبيب النبي يمشي مع الصحب الكرام ويرى الصحابه شابا قويا فتيا يافعا قالوا لو كان هذا في سبيل الله لو كان هذا الشاب يستطيع ان يمسك سيفه وقوسه ورمحه ويلتحق بالجيش المحمدي ليجاهد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله ان خرج يسعى على نفسه ليكفها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. كذلك من الحقوق التي تجب للزوجة على زوجها حسن الخلق وإحسان العشرة. الله يقول: وقولوا للناس حسنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث صحيح اثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامه تقوى الله وحسن الخلق الله اكبر حسن الخلق مع الزوجه اتحجب من رجل حسن الاخلاق مع زملائه في العمل مع اصدقائه مع جيرانه يمشي في الطريق يقولون عنه والله الرجل ده مثل الصحابه في الافعال والاقوال والاعمال رجل صالح ما شاء الله هذا في الشارع طيب ان شاء الله نخرج الى فاصل ثم نواصل باذن الله. ها قد عدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل عن اثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامه فقال النبي حسن الخلق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج يا أخي الحبيب ما يمنعك إذا دخلت على أهل بيتك أن تسلم يا عم طيب معنا الأستاذة فاطمة من البحيرة السلام عليكم أستاذة فاطمة أيوة السلام عليكم عليكم السلام, السلام, عليكم السلام, عليكم السلام عليكم الله يسترك ربنا يخليك أسألك بس سؤال تحت امرك اتفضلي هو حضرتك انا ربنا كرمني جديد يعني ايه ويعني يعني جوزي بعيد عني انا اللي يعني مخليها بعيد عني يعني ده حرام ولا ايه؟ يعني هجري يعني لا حضرتك لا هو الدكتور كان طالب مني كده وانا تعبانه اساسا طيب يعني في مرض؟ اه لأ تعبانه لان الدكتور قال لي الجنين تعبان في بطنك يعني وهو... خالص وانا نفسي تعبانه والله المستعان يا استاذ ما بيشكيش يعني وما بيقولش حاجه بس السؤال ده حرام ولا ايه لا ان شاء الله ما فيهاش حرمانيه طالما ان الزوج طالما ان الزوج رضي بذلك وطالما ان هناك مرض والضرورات تبيح المحظورات شكرا يا شيخ شك ربنا يطمنك ربنا يبارك لك ويلبسك تاج الصحه والعافيه ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما امرنا بحسن الخلق مع الزوجه أرى بعض الأزواج إذا دخل إلى بيته بعدما كان يقال عنه صحابي في خارج الشارع كأنه أبي لهب في البيت يا سب قذف لعن شتائم وجه غير الوجه الذي يضحك به مع الزملاء والأصدقاء أقول لك مهلا مهلا إن هذه الزوجة التي تطحن نفسها طيلة الليل وطيلة النهار من أجلك أنت ومن أجل أولادك حتى الابتسامة تبخل عليها بها ده هناك بعض الأزواج يعني كما يصور لنا بعض الإعلام بأن بعض الأزواج كس السيد إذا دخل إلى البيت وقف الجالس وارتعد المطمئن وإذا بهذا الآمن يفزع اسكتم أبوك وصل ليه كده يا أخي الحبيب هتقول لي عندي مشاكل أنت أم رسول الله الحبيب النبي كان يحمل مشاكل أمة الإنس وأمة الجن كان قائد الجيش كان إمام المحراب كان يخطب على المنبر كان يبعث السرايا كان يبعث الرسل إلى الملوك والرؤساء كان يقابل الوفود كل حياة النبي كانت تعب ومشقة ومع ذلك في يوم من الأيام تقول أمنا عائشة اقترع النبي بين نسائه أو أقرع بين نسائه يعني عمل القرعة طيب معنا الأستاذ ربيح السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكرمك يا أستاذ ربيح الله يا الوقت يا شيخ انا كنت حالف على مؤاخذه عندي عادلتي من جوزها فرح مني وبنت عمي تمام اما جوزة فرح مني هنا واختها حصل مخالف انا متجوز بما انا متجوزها هنا حصل اخلاف ومخلاف واتطلقت وبعدين ايه قبل ما اتطلق حالف على اختها لو قلت لها لو رحت لاختك كن, كن على ذمه نفسك طيب انت قاصد بالحلف هذا انك بتهدد ولا قاصد لو هي راحت لاختها تبقى طالق ورقتها توصل لأهل ما عارف الله والله يا شيخ انا كنت متزرج مش عارف بقى مش عارف تحدد اه مش عارف اجيبك ان شاء الله اجيبك ان شاء الله يا اي سؤال ثاني يا لا. حبيبي؟ لا وعندي واحد اخ بنت يا شيخ كانت تعبانه وعمل ذبيحه لها وصحت هي صحت دلوقتي عايزنا الذبيحه دلوقتي عايز اذبحها في نيتي اني نذبحها في البيت ونعمل طباخ طيب انت قصدك تذبحها في, في البيت ولا توزع؟ دلوقتي في نيتي كانت عايز تذبحها في البيت تمام الوقت عايزني ولا ناخذ عايز ونفرجها على الغلبة احسن. طيب يا حبيبي اجيبك ان شاء الله يا ربيع، اي سؤال تاني يا حبيبي؟ يا فندم مش طيب بالنسبه للسؤال الاستاذ ربيع انه يعني حلف على زوجته بالطلاق لو ذهبت الى اختك فتكون على ذمه نفسك، اقول لك يا استاذ يعني امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. والطلاق مش بالساهل هذا خراب للديار فإن قصدت أنها لو ذهبت إلى أهلها طلقت يبقى مجرد ما تذهب إلى أختها أصبحت طالق أصبحت طالق طب لو أنا بهدد أنا بهددها بس يا عم الشيخ عشان ما تروحش عشان هي بتروح وبتعمل لي مشاكل أقول لك فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم يبقى إما إنك تطعم عشرة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام لو أنت تقصد التهديد أما لو قصدت الطلاق وقع الطلاق مجرد أن هي أن إلى أختها طيب أنت كنت نظرت أن تذبح إذا شفي الله لك مريضا طالما أنت نظرت على هذا أن تذبح في البيت فطالما هو نذر طاعه فيعني في اذبح في البيت اذبح في البيت لانه اصبح اوجبته على نفسك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الهموم اقرع بين زوجاته فوقعت القرعه على السيده عائشه وذهب معها في حرب انت سامح كويس في معركه عسكريه فقال للجيش تقدموا تقدموا فتقدم الجيش فقال لامنا عائشه كلاما رقراقا ثم قال لها تسابقيني يا عائشه؟ قالت فسابقني رسول الله فسبقته مرت الايام وسافرت مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يقول لي تسابقيني يا عائشه؟ قالت وكنت, وكنت قد ربيت اللحم يعني زاد الوزن ليه لانها تشعر بالراحه في بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس هناك تنغيص اناء الليل واطراف النهار ليس, هنا ليس هناك تقبيح ليس هناك شتيمة بالاهل ليس هناك سب ولعن ويقول أنا طيب معانا ام احمد السلام عليكم ام احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا الله يسترك يا ام احمد بس انا عاوز اقول لحضرتك بس يا شيخ هو الزوج اللي بيش... اللي مثلا بيشنع بزوجته لما تكون مثلا احيانا مقصره وهي بي... وممكن ساعات مش مقصره بس بيقعد يشنع بيه بيتكلم هنا وهنا ومامته تتدخل وتشنع بيه وتكلم برضك في البيوت ده مقصره و و و دلوقتي من كتر الكلام انا ما عادش ليا نفسي اعيش معاه اصلا طب هو بيشنع يعني ب... وعشرة. بيشنع بتقصيرك في الحق الشرعي ولا بتقصيرك في بي 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 يعني احيانا الناس بتبقى تعبانه احيانا في يعني كل مع اي حد في مثلا راي كده تبص لاقي قاعد بيتكلم بيا بينسى اللي هو مثلا بينسى الخير ويفتكر الشر وهو يتكلم هو وامه في البيوت انا من جوايا بصراحه جرح ما انا مش عارفه اعيش معاه اصلا يا ام احمد دلوقتي انا عاوزه اخد يعني امشي واسيبه يا ام احمد اصل الحياه مش كده يعني سامعاني يا ام احمد سامع حضرتك اسمعيها من ابيكي وان شئت فكلي اخوك الاكبر يعني حولي طرد زوجك على قد ما تقدري عفيه عن النظر الى الحرام فانك تؤجرين على ذلك ويرضى عنك رب السماء ويرضى عنك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واياك ان يبيت الزوج يوما او ليله وهو عليك غاضب لما؟ ما انا عارفه حضرتك من غير كلام حضرتك بس في نفس الوقت في احيانا بيبقى في تعب في مرة تعبانه لا تعب ده ما بيقول ما بيقوليش تعالي ما بشوف حاضر تعالي اكشف انت تعبانه اجيبك يا ام احمد يا ام احمد ان شاء الله اجيبك ان شاء الله اي سؤال ثاني؟ طيب ام احمد طيب نكمل ما كنا قد توقفنا عنده قالت فسافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا آخر فقالت أسابقيني يا عائشة قالت أسابقك يا رسول الله قالت وكنت قد ربيت اللحم فسبقني رسول الله فقال واحدة بتلك أنا لا أقول لك اجري مع زوجتك واعمل سباق في شقة يعني عبارة عن أوضة وصالة لا يا أخي الحبيب يكفيك ويكفيها الكلمه الطيبه ادفع بالتي هي احسن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا انس بن مالك يا انس اذا دخلت على اهلك فسلم تكن بركه عليك وعلى اهل بيتك والله يقول فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه انت بتقول يا عم الشيخ ده بيني وبينها مشاكل ده الولية ديت والزوجة ديت محولة ليل نهار ونهار ليل أقول لك ابدأ بالسلام هذه هدية من الرب العلي ومن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تظن طيب معانا الأستاذة مريم السلام عليكم السلام عليكم <applause> أستاذة <والسوزة> مريم <applause> تفضلي عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أسمعك يا أستاذة مريم أستاذة مريم طيب ناخذ عبد الرحمن الاتصال انقطع حاول الاتصال مره اخرى السلام عليكم استاذ عبد الرحمن السلام عليكم الو اتفضل يا استاذ عبد الرحمن لو سمحت تفضل يا شيخ اتفضل والدتي توفيت من سنتين رحمه الله عليها الله ي... الله يكرمك أه اقترضت منها مبلغا لكي ارده في يعني أقضي بيه مصلحه تمام وتوفيت قبل قبل السادات بس كان دائما دائما اي طلبات اي حاجه لها والحمد لله انها توفت توفيت رضي عني ودعيالي لغايه ما يعني لغايه ما توفيت اخر يوم وانا جاي بكل اي اي طلبات ليها هنيئا لك كثير كثير بالليل وبالنهار هنيئا لك يا استاذ عبد الرحمن هنيئا لك برك بامك هنيئا لك تمام انا مش انت انت ظروفك على جدك وانت وانا مسامحك تمام هل المبلغ ملزم عليا اعمل به ايه؟ انا يعني بسال اشوف برضه رغم ان هي قالت انا مسامحك عايز اشوف انت... إيه المبلغ ده يكون مصيره ايه؟ انت لك بالله عليك ليك اخوه يا استاذ عبد الرحمن لك اخوه آه ليه واخوات الام الام كانت قاعده معاك ولا قاعده في بيت العيله؟ في بي... في يعني بيت مستقل بس انا دائما وابدا اكون آآ آآ يعني اجيب طلباتها لغايه ما لغايه اخر لحظه ما توفت اجيبك ان شاء الله يا استاذ عبد الرحمن اجيبك باذن الله عليك حاضر حاضر, حاضر حاضر يا إلا الاستاذ عبد الرحمن اقول لك حاول ان تسدد هذا المبلغ وتوزعه على الورثه الورثه اللي هم اخواتك للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين واياك والدين لما اخي الحبيب بان الشهيد الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين يغفر له كل شيء الا الدين فسبحان الملك حبيبك النبي كان اذا جيء له بجنازه معنا ام احمد السلام عليكم ام احمد طيب انقطع الاتصال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جيء له بجنازه يسال اعليه دين فان قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم فجيء له في مره بجنازه فقال عليه دين قالوا ديناران يا رسول الله قال النبي صلوا على صاحبكم فاذا برجل يسمى ابو قتاده بن النعمان قال انا ضامن لدينه يا رسول الله قال انت ضامن لدينه قال نعم قال فقام النبي فصلى عليه فلما فرغنا من الدفن قابلني فقال اسددت دين الرجل؟ قال يا رسول الله لم نفرغ من الدفن بعد يا رسول الله فقابلني بعد يومين فقال اسددت دينه؟ قال نعم يا رسول الله قال الان برد جلده من النار فسدد الدين الذي عليك لاخوتك يا استاذ عبد الرحمن وان شاء الله ربنا يذهب عنك الهم والغم والكرب والحزن باذن الله تعالى لا تقل باني عندي مشاكل في البيت وأنا عم الشيخ أحب الجلوس خارج البيت وعلى المقاهي ومع الأصدقاء ومع الأصحاب جلوسك مع أولادك والله لو لم تتكلم هذا دور عليك وهذا حق عليك جلوسك مع زوجتك هذا يدخل عليها السرور والسعادة ولا تظن أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه مشكلة حتى بيت حبيبك النبي كان فيه مشاكل اه بيت النبي ايه وربي اسمع فانا لا اعرف بما لا اعرف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اكثر شخص يحبه على وجه الارض امنا عائشه الدليل على ذلك عندما ساله سيدنا عمرو بن العاص من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشه قال ومن الرجال قال ابوها وضع حب السيده عائشه في قلب رسول الله كان يقول لها حبك مربوط في قلبي ميثاق غليظ كالعروه الوثقى يا عائش لما لان الذي زوجه هو الرب العلي جاء اليه سيدنا جبريل ومعه قطعه من حرير فيها صوره امنا عائشه فقال صوره من هذه قال هذه زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم إذا حب شديد ومع هذا تحدث طيب معنا الأستاذة أسماء سلام عليكم علي السلام عليكم عليكم السلام يا أستاذة أسماء يا فضيلة الشيخ عايز أسألك في حاجة أكل القطط اللي بتخرب يعني حلال ولا حرام هتحطي لها سم يعني؟ يعني يعني مثلا كان في اوت يا فضيلة الشيخ بيخرب أي حاجة بياكلها فراخ بياكلوا أي حاجة بياكلها طيب ما فيش طريقة أخرى ما فيش طريقة أخرى يا أستاذة أسماء إنك مثلا حد من الأولاد ياخده ويبعدوا عن عن البيت لا والله يا فضيلة الشيخ وأنا قلت يعني أسأل الشيخ يمكن يقول لي حل ولا حاجة طيب أجيبك إن شاء الله يا أستاذة أسماء أجيبك إن شاء الله معنا أم عبد الرحمن سلام عليكم طيب السلام عليكم يا شيخ. وعليكم يا شيخ كنت عايزه رقم الاستشاره بس معلش. طيب اتواصلي مع الكنترول ان شاء الله بعد الحلقه هيدوك الرقم ان شاء الله ان شاء الله اتفضل. الحاجه سميره السلام عليكم يا حاجه سميره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني الله يستر من فضلك يا ابني أسمعك تفضل تدعي لابني هو ومراته طلق مراته تدعي له يرجعهم بالسلامة يا رب فربنا يهيئ له من أمره رشدا ربنا يهيئ له من أمره رشدا واعلمي يا أمي الغالية يا حجة سميرة بأن دعائك إن شاء الله يرد القضاء أنت اللي تدعي له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنهم دعوة الوالدان لولدهما أنت الأم أنت باب الرحمة أنت باب الجنة أدعو لولدك وأسأل الله في علاه ان يرده الى زوجته ردا جميلا وان يذهب همه وغمه وكربه وحزنه هو والمشاهدين الكرام انه ولي ذلك والقادر عليه لا تظن بان بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه مشاكل فها هو تدور بينه وبين السيده عائشه مشكله طيب معنا ام احمد السلام عليكم ام احمد السلام ورحمه الله وبركاته فضل. ايوة عم الشيخ فضل عايز كنت عايزه أقول اقولك حاجة بس تخوزني على طول مشاكل معاه تمام على طول مشاكل معايا وبعدين كنت عايشة معاه في الصغير جاني تمام ورحت اسكندرية وبرضه جه عرفني هناك برضه عذبني وهنا برضه مشاكل جابني تاني انت عامله معاه ايه بتسمعي كلامه أنا عاملة ولا عامله معاه حاجه ما انا جيت الصعيد تاني اهو اه ومع معاه عز... ومع عز... ومع ذلك برضه مشاكل برضه وابني الكبير تعبه والعيال سقط عندي على طول عيالي بتسقط على طول تمام, تمام. العيال البنت خدت الكليه باربع سنين والولد الثاني برضه طلع من الم... من الكليه بتاعته والتاني برضه وبرضه ما زالت برضه معاملته وحشه ليا طيب اجيبك يا ام احمد ان شاء الله في سؤال تاني طيب معانا الاستاذه ناديه السلام عليكم عليكم السلام استاذه كيف الله يسترك يا استاذه ناديه اتفضلي حضرتك حضرتك ليه السؤال عند حضرتك احنا انا يعني عايز بالله من كلمتين انا وقع علينا الجزم انا واخواتي انا وحضرتك معايا اه مع حضرتك الو طيب وقع علينا جزم كبير قوي انا واخواتي واحنا صابرين وساكتين بقول الحمد الله نعم الوكيل بس دلوقتي اللي هي زي دي يعني مش ساكته عماله كل شويه بقول الشكنه والفاظ عايزه بس تقول لي انا في ازاي واعمل ايه؟ تبقى بالك ايه اللي بتظلمك دي؟ جاره جاره؟ جاره اه اكثر من 26 سنه 26 سنه أيه. ما بينكم مشاكل؟ لا يعني الجيران بقى لنا 26 سنه المشاكل دي بقى حوالي سنه وشويه كده سببها مش ساكتة سببها معلوم يا استاذه ناديه؟ نعم في سبب معين للمشاكل الجديدة الطريقة عليكم ديت؟ لا والله ده هي بس حاجة تتوضى من هي صاحبة المنزل آه مالكة للمنزل أوه. طيب حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله سيدي معنا أم أحمد سلام عليكم أم أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سمحت عايزة رقمك يا عم الشيخ طيب تواصل مع الكنترول هم إن شاء الله يدوك الرقم بإذن الله يا أم أحمد تفضلي تفضلي آه. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائش اترضين بابي عبيد بن الجراح حكما قالت يحبك وسيحكم لك اترضين بالفاروق عمر حكما قالت رجل غليظ القلب وانا اخاف منه قال اترضين بابي بكر الصديق حكما قالت نعم ارضى بابي فجاء ابو بكر الصديق فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تقصين انت ام اقص انا يا عائش قالت قص انت ولا تقل الا حقا يا محمد يا الله وهل يكذب النبي فقام عليها أبوها وقال يا عدوة نفسها وهل يقول النبي إلا الحق ولطمها على خدها فاختبأت بظهر النبي فقال له النبي على رسلك يا أبا بكر إنما جئنا بك حكما ولم نأتي بك مؤدبا على الرحب والسعة وانتهت المشكلة فعمل زوجتك بلطف أخي الحبيب لأنك تؤجر على هذا بالنسبة للسيدة أسماء سؤالها بيقول في قتل القطط حولي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا في الذبحة فيعني في حاول بكل الطرق أن تبعدي عن السم فإن كان هذا السم هو الطريق الأخير فالضرورات تبيح المحظورات إن شاء الله أم أحمد بيقول زوجي بيضربني وعمل لي مشاكل أقول لك أيها الزوج معاوية القشيري يسال الحبيب النبي فيقول يا رسول الله ما حق زوجه احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت الأستاذة نادية بتقول فيه ظلم كبير جدا بقى علي من جارتي أقول بأن الجار هذا وصى به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فدائما وأبدا كن مع جارك يعني حافظا للجيره للجير اذا رايت خيرا فافشي هذا الخير واذا رايت شرا فاكتم هذا الشر واقول لك اتق الله في جارك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن خاب وخسر من يا رسول الله من بات شبعان وجاره جائع فما بالك وانت تسببين المشاكل لجارك واياك ودعوه المظلوم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم مرت الأوقات سريعة ومرت الدقائق سريعة دمتم في أمان الله وحفظه وللحديث بقية إن شاء الله إن كان في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله